ليلة من ذات الليالي نلتقيكم من خلال من داخل اتحاد فن الغناء الشعبي بأم درمان كما عودناكم دائما عبر الهواء مباشرة في ليالي الحقيبة. وأمسيتنا اليوم أمسية طروبة جميلة، نتمنى إنها تنال الرضا والقبول من كل المشاهد اللي بيتابعنا وحريص جدا إنه يكون معانا من خلال الحقيبة ومن خلال أغنيات الفن الأصيل والجميل من داخل اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان. ويتحفون اليوم في هذه الليلة كوكبة من الشباب، حنسمع لسعد صباح الخير والطيب مصطفى، وايضا كمان مصعب مغاوري حيكون معانا، ولكن حيطربنا اولا سعد صباح الخير، اهلا وسهلا، وهي دعوه للمتابعه عبر ليالي الحقيبه من قناه الشروق الفضائيه.
الله.